أهلا بكم مشاهدنا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مرابطون فوت. قبل أن نغوص في مضمون هذه الحلقة، كان من المفروض أن يكون ضيف هذه الحلقة الليلة هو مساعد المدرب المنتخب الوطني كونستان مارتينز. المساعد هو مصطفى صل. في آخر لحظة اعتذر مصطفى صل لظروف طارئة عليه، بدورنا نحن يعني استضفناه، لكن للأسف للوهلة، حتى الوهلة الأخيرة، اللحظة الأخيرة، هذا المدرب يعني اعتذر عن الحضور لبرنامج مرابطون فوت لأسباب تخصه شخصيا أو لتأثيرات أخرى. هذه أمور يعني تخص المدرب الذي أمامنا في الصورة مصطفى صل، ونحن بدورنا أيضا نأسف. هذه ليست هي المرة الأولى ولا الثانية، هنالك عديد المدربين المحليين الذي أقوم أنا شخصيا باستدعائهم، وبعد مرور يعني ساعات قليلة يقوم أحدهم بالاتصال علي ويطلب الاعتذار وإلغاء هذه الحلقة. على أي حال، أنا شخصيا أعتذر من يعني معجبي الصفحة ومعجبي هذا البرنامج الذين كانوا ينتظرون مصطفى صل اليوم، وعديد التساؤلات وعديد التعاليق التي وردتنا على الصفحة اتجاه هذا المدرب مصطفى صل. وبتلك المناسبة أستضيف لكم الليلة في هذا حلقة ليلة برنامج مرابطون فوت مدرب سابق للمنتخب الوطني، مساعد سابق لباتريس نيفا، وأيضا مدرب سابق لمنتخب الشباب، وهو مودي مبوتش. أهلا بك مودي مبوتش. أهلا بك أخي، وشكرا جزيلا ومسلمين على مستوى كامل دونك نطلب من السماع كاملين، طلاب المسلمين كاملين، ونحصل دولة إن شاء الله. التوفيق إن شاء الله. طبعا مشاهدنا الكرام، سنتطرق لمنتخب الشباب الذي هذا المساء في معسكر تدريبي استمر قرابة 20 يوم في ملعب شيخة والبودية. هذه أمامنا التشكيل التي اختارها سيد أحمد ولي القاسم لبطولة كوتيف القادمة يوم 8/8 في الشهر القادم في إسبانيا. هذه التشكيلة، هذه خيارات المدرب سيد أحمد ولي القاسم. بدورنا التقينا المدرب سيد أحمد ولي القاسم عقب انتهاء هذه التمارين. طبعا الصور هذا المساء من ملعب شيخة والبيدية، صور من تشكيلة منتخب الشباب التي سيراهن عليها في بطولة كوتيف للمرة الثانية على التوالي. سألنا سيد أحمد ولي القاسم، سألناه هل هذه التشكيلة بالإمكان أن يراهن عليها في بطولة كوتيف القادمة، فكانت إجابة سيد أحمد ولي القاسم التالي: أراهني لبعبي اللي إن شاء الله حسيت بأن المجموعة عندنا اليوم أحسن هي جماعيا من المجموعة اللي شاركنا بها السنة الفايتة. كان قوة الفريق تحس كانت تقول عنا عندنا فرديات إن شاء الله تبارك الله لباس بهم، وذي السنة فما إن شاء الله تبارك الله لاعبين عندك ياسر من البدلاء عندك نفس المستوى، بالأخص اللاعبين اللي طالعين من منتخب الناشئين. طيب سيد أحمد ولي القاسم، هناك بعض من اللاعبين خاصة في الهجوم لم تستدعيهم، واستدعيت بعض الأسماء أمثال يوسف جي الذي يعتبر هذه السنة أراء الشارع الرياضي تقول بأنه هو أسوأ مهاجم في دوري ترشح أولى لهذه السنة. ما هي إجابة سيد أحمد ولي القاسم حول هذا السؤال المشاهد؟ ما فهم لاعب خط هجوم يلعب نفس المستوى يوسف اللي أنا ندور لاعب قلب هجوم، ما فهم غير هو. العاد ثم لاعب اخر قلب هجوم ما نعلم به نبهون على اليوتيوب. خلاص، اذا ليس هنالك مهاجم ترى بانه يستطيع ان يحل مكان يوسف جي. ندلك على مهاجم لنادي الكدية من مدينة الزويرات، لديه 12 هدف، يدعى عبدو، لديه 17 عاما فقط. هذا المهاجم سنقوم لك أيضا بعرض هذا الهدف، ولأن شخصيا أعتبره من أجمل أهداف دوري هذه السنة. لنشاهد هدف المهاجم أمامنا في الصورة، عبدو مهاجم نادي الكدية، هذا ابن 17 عاما، لاحظوا هذا الهدف، أنا شخصيا أعتبره من أجمل أهداف دوري. صحبة هدف فرج الشيخ هنا، لاحظوا معي ترويض بعد ذلك مباشرة ومن فوق الحارس. إذا من خلال عادة سنشاهد الهدف أيضا أكثر وأكثر. أمامنا في الصورة المهاجم الذي كنت أتحدث عنه منذ قليل، لاحظوا معي هذا الهدف الأكثر من رائع. هذا اللاعب يعني قدم الكثير لنادي الكدية هذه السنة، ب17 عاما لا أكثر ولا أقل. سيد أحمد ولي القاسم قال لنا نبهوني على لاعب بإمكانه أن يلعب مكان يوسف جاي. إذن أعتقد بأن هذا المهاجم
مكانته في بطولة كوتيف ربما تكون واردة، وعديد المهاجمين في دوري درجة ثانية وحتى في دوري درجة أولى، هنالك بعض من الأوجه الشابة التي كان أحرى بالمدرب سيد أحمد بن القاسم لاستعانة بها في بطولة كوتيف وعدم التركيز على تشكيلة سبق وأن جربها في بطولة كوتيف في النسخة الماضية، والهدف من كوتيف واكتشاف مواهب جديدة. إذن لنشاهد سيد أحمد ولي القاسم بعد أن شاهد هذا الهدف، لنشاهد التصريح. يوسف يلعب 10 مباريات فعلا ماشي زي لازم الهدف، لعب 10 مباريات ومشوار لعب مع المنتخب الناشئين وطلع مع الشباب، معناها عنده خبره بالنسبه للاعب اللي كيجي ما يدخل في المنظومه الجماعيه اللي عندنا، لا بدالهم ياسر الوقت، ولكن الوقت احنا ما هو عندنا، هذه النقطه الاساسيه اللي حسنا ما نعيطوا له، اللي ما نصايبين لك نرجعوا لورا ونتلاو نعطوا له تمركز في المنظومه اللي عندنا ياكل بينا ما عندنا. اذا السيد احمد ولي القاسم ما عنده الوقت لاكتشاف موهبه اخرى والذهاب بها الى بطوله كوتيف. الهدف من بطوله كوتيف يا سيد احمد ولي القاسم هو اكتشاف مواهب جديده، الهدف منها هو اكتساب خبره جديده للاعب، وبذلك احرى بك الذهاب ببعض الوجوه الغير معروفه في دوري درجه اولى وحتى في دوري درجه ثانيه من اجل التعرف عليها اكثر في بطوله اخرى واكتساب خبره وحتى الاحتكاك مع المنتخبات العالميه والانديه العالميه، وبذلك كان احرى بك الاستعانه ببعض الوجوه الشابه وزرع الثقه فيها من جديد، بينما يوسف قيش سبق له ان شارك في بطوله كوتيف، مراد سبق له ان شارك في بطوله كوتيف، جاو لاعب المنتخب الوطني غني عن التعريف، لاعب كسب خبره ولديه عديد العروض، يعني كان احرى بك ان تفسح المجال للاخرين، علي عبيد كذلك، الحسن العيد ولو انك لم تختار الحسن، لكن علي عبيد، جاو، هذه الاسماء، الشارع الرياضي يرى بانك كان عليك اختيار، وفي الاخير هذه اختياراتك نحن نقدرها لك، لكن نحن فقط ننقل لك اراء الشارع الرياضي. لنشاهد سيد احمد ولي القاسم ولو انه يعني بعد الخبره يعني ما قلته الان ماذا كان رد سيد احمد والقاسم لنشاهد. سبب الخطا فعلا قلت لك انه اللاعب ما هو جاهز فات، ما عاد قد تمشي به بالنوع من البطوله وتنزله، ما هي قد بيه اللي قلت كما قلت لك الوقت ما عندي الوقت نحضره انا من نفسه، التمركز ما عاد متين فيه، غير عنده 17 سنه مازال له سنتين يقدم مازال يجبر فرصه يلعب في منتخب شباب، انا اخترت عنه لاعب عنده خبره به اللي البطوله كما قلت يقد يكتسب فيها اللاعب خبره، غير مولي احنا ماشي نمثل دول ما نمشي باللاعبين جاهزين لكن نقدر نمثل بلدنا احسن تمثيل. اذا سيد احمد القاسم يمثل المنتخب الوطني مهما كان هو يمثل الوطن ونحن وراءه وخلفه ونتابعه ونسايره ونشجعه، لكن ايضا ننقل لك اراء الشارع الرياضي له دور، وايضا هذه البطوله مهما كان هي بطوله وديه، يعني بطولة اكتشاف مواهب، بطولة التعرف على المنتخبات، التعرف على الأندية، الاحتكاك أكثر، بروز وجوه جديدة، يعني النسخة الماضية برز الحسن العيد وبرز علي عبيد والآن هم في أكاديمية نادي ليفانتي الإسباني من خلال هذه البطولة التي أمامنا في الصورة، والآن في أكاديمية نادي ليفانتي واستفاد كثيرا وعولنا عليهم في المنتخب الوطني أكابر وما زلنا نعول عليهم مستقبلا، إذا نريد نفس السياسة قدوم وجوه جديدة أخرى من أجل ولو أن تشكيلة سيد أحمد هذه السنة شهدت عديد الوجوه للأمانة الجديدة القادمة من أكاديمية الاتحادية الوطني لكرة القدم، هذا أمر يذكر ويشكر لهذا المدرب، لكن أيضا على هذا المدرب أن يفرق بين بطولة لاكتشاف المواهب وبطولة لتحقيق الألقاب، وكأن سيد أحمد القاسم لا يريد أن يخسر سواء كانت البطولة ودية أو حتى رسمية. سألنا أيضا سيد أحمد ولي القاسم عن التشكيلة القادمة في أول مباراة لبطولة كوتيف، عن المجموعة التي وقع فيها المنتخب الوطني في بطولة كوتيف القادمة في إسبانيا، حيث وقع في مجموعة الشارع الرياضي يرى بأنها مجموعة أضعف مقارنة بالمجموعة الماضية، ماذا كان رد سيد أحمد ولي القاسم؟ ما هي أضعف؟ تسمع لسامي يقول لك سعودية، مكسيك، فالنس، هذو فرق منتخبات سعوديه والمكسيك منتخبات قويه، فالنس نفس الشيء بيلعبنا معاها تحت تحضير بعد البطوله وفازوا علينا اثنين بلاش، انا ما انا حسب ظني انا ما هي مجموعه ضعيفه، لان نقبلها بنفس عين الاعتبار اللي قبلت بها المجموعه اللي فاتت ونحاول نلعب معاها نفس المستوى ان شاء الله ونحاول نعدلوا احسن من اللي عدلنا السنه اللي فاتت، ما هي مجموعه ضعيفه بلا. لا
إذا سيد أحمد القاسم يعترف بأن هذه المجموعة هي مجموعة قوية، ويعني لا يوجد هنالك فريق ضعيف في بطولة كوتيف الودية. سألناه أيضا عن التشكيلة المقترحة في أول مباراة له، هل ستكون تشكيلة مغايرة للتشكيلة الماضية؟ ماذا كانت إجابة سيد أحمد والقاسم؟ إذا إن شاء الله مفاجأة إن شاء الله. وعدنا إن شاء الله. أوكي. إذن تحية لسيد أحمد والقاسم. فقط نحن أردنا من خلال هذه المقابلة أن نوصل آراء الشارع الرياضي الموريتاني، نظرا إلى أن عديد يعني مناصري المنتخب الوطني سواء شباب ناشئين أكابر محترفين محليين، الكل يريد أن يبدي برأيه. تأسف مرة أخرى لكل التعليق التي وردتنا على الصفحة لمدرب مصطفى صلى الذي اعتذر في آخر لحظة. تحول من المنتخب الوطني وبطولة كوتيف مباشرة إلى طبعا ما زال هنالك محمد صلاح الدين حارس منتخب شباب، التقيناه أيضا هذا المساء وأدلى لنا بتصريح التالي لنشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. نظرك درعود 20 يوم نحن بمعسكر نتحضروا لبطولة كوتيف، نزلناها السنة الماضية وعدنا باركور لباس به، ما الجريكا عنا ما كلفينا، ما كان قال لنا شوي من الحظ هو ما كان مساعدنا يقر ان شاء الله هذه المره راينا الوقت اللي جبرنا اكثر من الوقت المره الماضيه، وان شاء الله ندور نحاولوا المرحله اللي لحقنا السنه الماضيه نتخطاوها ان شاء الله نتخطاوها. كما مره الماضيه ما مرقنا بولنا، دي السنه ندور نحاولوا كان نمرق بولنا ان شاء الله ربي. بول زرتو في السنه اضعف من بول الماضي في نظر بول والله ما في كاع شي ضعيف بالله ما في بول السنه الماضيه 200 ودي السنه مولي 200 بين فيه السعوديه فريق كبير وغني عن تعريف، وفيه مولي مكزيك وفيه فالنس، ونحن محترمين نوتر ادفيرسير يقدر ندور ننزل مولي ياك ايش انا نقلبوا ان شاء الله رب. إذن من محمد صلاح الدين إلى الحسن تجدي شقيق لاعب المنتخب الوطني سابقا سيد أحمد والتجدي، راجت شائعة في الأسابيع الماضية تقول بأن الحسن تجدي سينتقل إلى أطلب من المخرج بعض من صور الحسن أمامنا في الصورة. الحسن تجدي انتقل إلى أكاديمية فياريال بعد انتهاء بطولة كوتيف القادمة في الشهر القادم يوم 8، سينتقل سيد أحمد والتجدي الذي أمامنا في الصورة إلى أكاديمية فياريال. تمنياتنا طبعا هذه حديث جماعتنا مع الحسن تجدي اعتذر فيها عن الحديث لوسائل الإعلام نظرا إلى أنه ربما تكون لديه بعض من الضغوطات والتستر والتكتم على الصفقة الأخيرة، ولكن الصفقة أكيدة بأن الحسن تجدي انتقل إلى أكاديمية فياريال يحذو حذو الحسن العيد وعالي عبيد مستقبلا، فياريال ربما يستفيد من هذا اللاعب مستقبلا. لكن الحسن تجدي لمن لا يعرف الحسن تجدي لاعب برز بشكل لافت مع نادي زمزم، بعد ذلك انتقل إلى أكاديمية الاتحادية الوطني لكرة القدم مع لويس الإسباني وقدم أداء أكثر من رائع. هنالك بعض من اللقطات سأقوم بعرضها في هذه اللحظات لسيد أحمد والتجدي أمام لاحظوا معي أمام الكوت ديفوار، المباراة الودية الأخيرة قدم فيها هذا اللاعب الشاب الرائع حركات فنية أكثر من رائعة أمام الكوت ديفوار. الكوت ديفوار معروف أنه يعني منتخب غني عن التعريف، لاحظوا الرائع تجدي رائع تجدي من خلال هذه الحركات، ولو أنه صغير الحجم وصغير السن حتى لاحظوا الرائع رحت فيها يا إيفواري. إذن هذا الحسن تجدي الذي انتقل إلى نادي إلى أكاديمية فياريال بعد بطولة كوتيف القادمة، سينتقل هذا اللاعب لأكاديمية فياريال، هذا اللاعب المهاري شقيق سيد أحمد والتجدي شقيقه هذا اللاعب. إذن آخر خبر في هذا اللقاء وبعد في هذه الحلقة، وتحول منه مباشرة إلى ضيف هذه الحلقة مدرب المنتخب الوطني سابقا ومساعد لباتريس نيفا مودي مودج. لكن قبل الانتقال إلى مودي مودج، هناك صفقة أجراها نادي أفسين وديبو في الأسبوع المصرم أو حتى الأيام القليلة الماضية
أبو سي يوقع لمدة 3 سنوات مع نادي الملعب التونسي أطلب. طبعا نخرج بعض الصور، يوقع مع نادي الملعب التونسي صحبة عبد الله الشقران، أمامنا عفوا عبد الله السوداني. إذا أبو سي يوقع لمدة 3 سنوات مع نادي الملعب التونسي، هذا أبو سي أمامنا في الصورة، أفضل مدافع شاب الآن حاليا في موريتانيا. أبو سي الذي أمامنا في الصورة صحبة عبد الله السوداني، أيضا وقع لمدة 5 سنوات مع نادي الملعب التونسي. إذا أمامنا في الصورة اللاعبين. بعض الأخبار التي الحصرية ربما تكون على برنامج مرابطون فوت، بأن هذا الثنائي يعني تم بيعه بمبلغ زهيد للغاية مع نادي الملعب التونسي، تم بيع هذا الثنائي بمبلغ زهيد، وأن أفسن وديبو كل لاعب يعني عبد الله السوداني يتقاضى كل شهر 2000 دولار، وكذلك نفس الشيء أبو سي حسب المصادر التي حصلنا عليها، وأن خزينة نادي أفسن وديبو يعني حصلت من خلال هذه الصفقة، دخلت إلى خزينة نادي أفسن وديبو قيمة عشرة ملايين أوقية. كيف مهاجم مثل عبد الله السوداني يعني يوقع لمدة 5 سنين؟ كذلك أبو سي هو أفضل مدافع شاب حاليا، والمنتخب الوطني المحلي في أمس الحاجة إليه، كان أحرى بنادي أفسن وديبو أن ينتظر عقب بطولة الأمم الأفريقية المحلية القادمة وتصفيات ومباراة مالي القادمة التي هي ربما تشكل شبح الآن للمنتخب المحلي، مهما كان ولو أن المنتخب المحلي يعتبر تشكيل الحالية قوية للغاية، كان على أفسن وديبو أن ينتظر قليلا، لأن مدافع مثل أبو سي مكانته محجوزة سواء تعلق الأمر بالدوريات العربية وحتى الخليجية والدوريات الأوروبية، وأيضا يتم بيعه بهذا المبلغ الزهيد ومدة 3 سنوات. كذلك عبد الله السوداني 5 سنين، هذه بعض المصادر التي تحصلنا عليها. أتحول من أبو سي مدافع نادي أفسن وديبو عبد الله الشقران إلى ضيف هذه الحلقة، وهو مودي موج وهو مدرب سابق المنتخب الوطني. أهلا بك. أهلا حمود، مرحبا بك. إذا مودي موج، أنت شو تقول في الوضع الحالي للمدرب المحلي؟ شو تقول انت في وضعه الحالي؟ وضع الحالي مدرب محلي بالنسبه لي انا مو خالد بالنسبه لي انا مو خالد، اللي مدرب عنده ولا شخصيته مرقاج، لا نتكلم عن شخصيه ما ترقاج، احنا ما نحترم ما احترمنا برقاج بينا، انا ما احترم روسنا هيك الاولى دابور، احنا وني الكلوب وما محترمين مهنا واتحادي ما تقدر تحترمنا بينا، احنا ونقيسهم كاع كانوا يديروا نفسي والله نديروا كلبات كانوا يديروا نفسي، ويلت نقعدوا حانوا يجينا رجاج نتكلم بصيغه نظيمه محترمه وتتوافقوا الروايه نشتغلوا عليها للنظام والاحترام كان تقدموا لما اخذ ذيك الروايه مدرب ما هو خالد. معناها ان المدرب الموريتاني اليوم وكيل المدربين في العالم الاخر، المدربين في العالم الاخر واحد يقعد ينين يجي عرض، مدربين نحن يمشي واحد يطلب اياك انه يندار في بلاصه، عاد ما مكملين باللي وحدين عندهم شخصيتهم ما يعدلوها، وحدين يعدلوها بطريقه اخرى بارتي سانت المجير كيف نقولوا احنا بارتي سانت المجير، واخا فلان هذا لا بدلك منه قرب منه، وهذيك ما يشوف الله احنا لابد تعود مدرب ما هو خالد والله ما تدخلين اخي، لا يقول لك كلش بسيط، مدرب المحلي بشخصيته الموريتاني، المدرب المحلي الموريتاني بشخصيته والله بلا شخصيه، شخصيه بتكافى عامه بلا شخصيه، مدرب ما تقدر تقلع من واحد وانت ولا هذا تخيل ناس اخرى، مجموعه كامله اكثرهم بلا شخصيه ينقال، واللي بيلعب التشكيله تعدل له كيف على سبيل المثال، هون واحدين تعدل التشكيله دائما ينشاف، ونحن قابلين كل شيء، لا قبت مدرب قاع، معقول عنا محمود مدرب يخلص 60,000 50,000 100,000 قاع ما هو خلاص مدرب؟ هون لا قبل مدرب يخلص 100,000 و50,000 موجود مدرب موجود دوري المدرب بريمير ديفيزيون خارجين اكثر منهم قال لي شوي برفايم خلاص هذا يقدر يخلط يا اخي بالنسبه لي انا ما هو معقول مدرب ينقال له دخل فلان ومرق فلان وفلان قبضوه وفلان لا تقبضوه هذا انت كنت مساعد لباتريس نيف، الشارع الرياضي يبقي يعرف سبب استقالتك، انت بما انك اول مدرب يعلن استقالته، هذا حسنه تذكر لك لانك اول مدرب موريتاني محلي يعلن استقالته، نبغى نعرف سبب استقالتك مع باتريس نيف بدايته سنته الاولى كانت انت تشتغل منصب مساعد، شنو الشارع الرياضي يبقي يعرف باتريس نيف؟ انا ما قاعد على مشكله، ما عندي مشكله مع الفدراسيون الاتحادي ولا فدراسيون دبي
ولي قال لي انا لا تدعم مدرب طقس 20 سنه ومدرب ساعد المدرب الوطني. بالتو مشيت مش بديك السيفه مشيت. الشيخ هو الشيخ وكل شيء. يا اخي بالنسبه لي انا الشيخ ما هو لاحق شخصيتي انا وكرامتي وانا مواطن ماني 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 سايبه. لاحق بدولتي لعلتك تحترمني. انا ما تحترم نحترم راسي وما نقبل حقنا ما نقبلها. ايش عدل هو؟ وتو انه بشغلته ما هو محترم ناس. البابا بالسيفه ما يبسيفه ما يبسيفه راس حرمه. كي يحتقر. يمكن نزلنا ما شفنا تونس نزلنا لين فات لا بريمي تان نقزوا من لا تريبين جاني انا ماشي في لون سنترال جا وراي وزق لي قال لي انا قلت عدل ما هو تدريب. صديت علي جابتو الكلام جاب موزين جاب يعطوا جاو لي كلام جابي جاوت بديك السيفه وتحاكمنا انا هو كنا نتباطو كاع بون جابوا لنا مستسك ومشينا ودخلنا الباسيا وخلقت سلكت مشكله هم عيطنا تقريبا دازم ميتا ما تكلم معاه تكلم مع سلعه القاص عقب انا كنت فريمون مستند ومرقنا ومشينا ونزلنا ماش نزلنا ماش في الليل تلفن لي قال لي عنو لا يمكن قلت له انا ماشي معاك مشينا قسنا مريبو ورجعنا بريبارينا لو تور شور تونس. الاولى مشكلتنا بين تونس جانا في ما جانا احنا مشينا قدامو لين جانا انا وابراهيم سانقري كنا قاعدين نردو في الاول جانا سونار جوان بات نيكولا سانتوشي قال لنا مودي بونجور قلت له بونجور قال لي لو كوتشي عارفي قلت له سي بيان طبعا قاعدين قعدنا ديميد رجعنا قال لنا مودي لو كوتشي عارفي قلت له ميرسي سي بون اوري الكره قال نو يفوي لي سالي قلت له نو فوكا لي سالي هنا كافي نصلي يجي هو يسلم علينا قال مش يسلم قلت له يجي هو يسلم علينا هو لحقنا هون يجي هو يسلم علينا قال لي ابراهيم مودي قوم نمشوا بخلاك ابراهيم سانقري مشيت نسلم عليه ابراهيم جينا قال لنا احنا نجو ما يجينا حد يعرض علينا قلت له انا نحن نو سوم با لي زوتيست ني دي زاكيا نو سوم ايسي ان ايكيب ناسيونال اوني با فوني بو تاكيير ما انا جاي لك انت كانو عودو انت تي زوتيزور و تي سيرفيس تي فوني بران تا شامبر و نزكي البيتال لي انت عندنا مين رينيو تكني نجوك شي اخر ما بغينا كاع و تو مشينا ابري كل الاعلام كذا وكذا و لين تي لين نقزو نقزو انترما نقز هو داير مايو تونيزي مايو فرانس ايكيب دو فرانس جاكم لابس مايو ايكيب دو فرانس بيضا قلت له انا نو جي باتيس سي ان مانك دو ريسبي ان اوت بيي نحن موريتانيين عندنا نوزي كيما موريتانيين يعطيك تحترمون تحترم دولتنا ودير لما يدير لك لاشان موريتاني قال لي نو قلت له نو سي با دروا هو سي فري سي الباترون هو الشيخ يا اخي انا نختار موريتانيا ان باتيس نيفو نختار ريسبي دولة بين نحن وعد انتر ما لا يشوفنا تونس كاملين لا يجينا التلفزه لا يجينا كل حد يشوف الروايه يقول انت موريتاني ايكيب ناسيونال هو جاي من ما يفرق قلت له ما هو صالح وتو من هذا تقابلنا وتو مش سي انا من ذيك عرفت عن اللي يمشي عن ليكيب ناسيونال هي بدات المشاكل بدات مشاكل بيننا والجماعه اللي معاك كامل اللي جاكم لابس كيف جاكم لابس مايون كيب ناسيونال فرنسا وانتم في المنتخب الوطني ما في حد تكلم ما تكلم حد ناس خايفه كامله انا قال انا بالنسبه لي انا ماني قابله وتو بيدي انا ماني قد نقعد انت وتو لو بيي دوله كبيره تدخل في فاستو الفاز كونتريبيابل لاجان دي كونتريال وتي تبرمي دير لنا ماي فرنسا تجي لابس مايو فرنسا تدخل في الدوله فاستو وعندنا زي كيما عندك هي الحال عندنا زي كيما وقلت له انا كلمتي قلت له انت ما غليت انت اللي فرنسا في حياتك قلت له شاف راسه مشينا كسنتر ورجعنا لينو فولا ماتش انقلبنا ما سلم علينا حد باصون افيون ومشى كاس لافرانس خلاكم خلانا مشى كاس لافرانس وصلنا الجوان جينا قال لي مودي تي لابرونتوني قلت له اوكي بار بروبليم مشينا من فم كسنا الجزائر ونزلنا وعدلنا نتائج ما هم زينين حتى بيلي قلبنا الجزائر وقلبنا تونس سير بلانتي ما هو مهم بيلي سي تورنوا دو تيست ديتكسيون ما هو مهم لي ريزولتا رجعنا هون بريبارينا ماروك اون سيمان قلنا ماروك قلبنا جات قال لي مودي انت قلعوني قال تليفون مولي قالوا تليفون مودي بون تي با اريتي قلت له ما با بروبليم قلت له فلان تلفن لي بريزون لا فيدراسيون من راسو قال لي قلت له والله يكفي فيه الخير قلت له الحمد لله رب العالمين يجعل فيه خير يجعل فيه الخير قلت له الحمد لله رب العالمين وقعدت ايوا زين ايوا زين قال قول لي مبوت تكتب في تفرق زينه كنت في الكونكورد دائما انت متدرب كيب يعني تمشي والله تعدل دقيقه والله تعدل شيء شنو السر الروايشن الروايشن ميرسي دي لاكيش هذا المهم عندي انا به لي انا خالق روايه خالق روايه ما حمود انا ما نقسمها ما مسؤوليتي شخصيتي وكرامتي اذا ما نبارتاجي ما نقسمها
واحد يعني صنف واحد. أنا تقبلني بالسيفة عامة، تقبلني بسيفتي، ما تقبلني تقول لي نو مودي احنا يا بدت كاس معنا وزي الشي معنا ذيك أنا ما نعرفها. أنا ندخل فيها، ندخل فيها 400% ونشتغل كان نجبان نتائج. هذاك الناس يقدوا عيبوني يقدوا يقولوا كل شيء، ما خالق زمن هم في موريتاني إكيب ما عنده مشكلة، ما جاءوا دافع وعدني أنا شو القوارب قاعد يجيني كان قبل إكيبهم بداية الإفسير ما ذيبوا لأن مشان القاسم جاوني في الليل أنا والدي مريض مشيت عنهم مشيت مع والدي مشيت قستهم وقبضتهم شامبين وقبضتهم كوب ناسيونال في كونكورد مشان على مصطفى سالم أن بلين شامبيونا جيتهم أنا خليهم في السيزون ما حتى ميرسي ما سمعته تفرق زينة تفرق زينة ما قسته تفرق زينة كان عندهم مودو نيان مش مع مودو نيان مشكلة مش عنهم جيت انت وقلقت بلاصته أنا موسى صاحبي جيت انت وقلقت بلاصته موسى صاحبي ساق بالون تعرفين مثلنا عندنا 14 و 10 و 5 لأن تقالي عنه أنا مونا تربش مشكلة وعندي ما قلت له أنا دونجي عشان يفني إدي تدي أنا نجي نعاونك جيت وعدلت جيت وعدلت جاي باسني الكونترا ما قدرت نيت ماكو متراجع ما عدلت معي الكونترا جيت وتوب وجيت وقال لنا قلت له ما عندك مشكلة أنت لا تخلصني أنا نجي نعاونك لين نخطي المرحلة وعدلتها مشيت ولا لي زوت إيكيب إف سي نادي مشيت عنها إف سي نادي بو جيت لا فين لا سيزون قالوا عنه ماتوا نادي الشامبيونات ظل مشينا إف سي نادي بو أنا قلت ماتوا نادي الشامبيونات 2004 لأنه في السيزون قالوا عن مثلا نادي الشامبيونا وقعدوا عنهم 2 أو 3 ما نزلوا الشامبيونا ورجعت عنا شو ورجعت ثلاث سنين هو زين رجعت ثلاث سنين هذا بعض من طبعا تاريخك وعندك الحق في تحكيه وتقوله للمشاهد راني ذكر المشاهدين الكرام بعلن ارقام الهواتف اللي تظهر لهم على الشاشه الله يرحمك بامكانهم الاتصال في هذه الحلقه واضراءها اكثر واكثر ولهنا ارجع لك مبوج مبوج قول لي انت مدربنا نحن المحلي مدرب الموريتاني المحلي من درا كان هو مدرب نزيه يعدل يقعد ويطرح تشكيلته وهو ما تخلوا فيها بكره استوى هو منه خالق اعطيني بار اكزامبل موسى القاسم في سنوادي ما يدخل له حد سيد احمد القاسم ما يدخل له حد القاسم انا ما يدخل في شغلتي اعطيني هاي الاسماء اللي ما يدخل احد انا بدون نعرف انا حاولت نعرفهم لسه نعرفهم حتى مصطفى صل ما كان يدخل في شغلته ما نعرف مصطفى صل كنا نعرف هنا مودي مبوج شخصيا وكبرت معه في بالون وخرفته ما كان يدخل حد في شغلته زين باتريس نيفا شغلتك معه تخلوا حد في شغلته باتريس نيفا زمن انا معه يشتغلوا في شغلته بقى دخلوا في شغلته بس وي باتريس نيفا مجيت جيتو هون مشيت ترابل بيها من الاولى سالك شو بريمير سيلكشن زين لنرجع للموضوع لنرجع له نقبل بابا من واكشوط انا ارجع لك جاوبني على الموضوع تفضل بابا من واكشوط مرحبا بك تفضل وخيرت بك باب عليكم السلام ورحمة الله واش حاضر دابا مرحبا بيك بابا تفضل وخيرت بيك تفضل الو نصنت لك بابا تفضل نصنت لك تفضل لا تقصى على مودي مبوج شوي والله تفضل لماذا هو اللي عندي متخلى ثاني ما يعطي معاه مشي مشاكل معاه مشي صناعة ليش زين ذاك فات جاوب عليه طيب اذا شكرا بابا السؤال فات جاوب عليه قبيل سوينا عنه ودور يحاول يجاوبك عليه مع الوقت ضيق نقبل مصطفى من واكشوط تفضل مصطفى تفضل مرحبا بك مرحبا بك وخيرت قلني المنتخب الوطني ان شاء الله لين جاوبك بارك ان شاء الله الله يخليك 17 ولا 18 ولا 19 في شهر اكتوبر الجاي ان شاء الله ماتش مرابطون كونتر مالي قال لي راهو شور باماكو وريتور بعد ذاك باسبوعين ان شاء الله وهم في نواكشوط عبد الله من الزويرات تفضل السلام عليكم تفضل الله يخليك شكرا لك دابا معك ما جندش من اقوى المدربين عندنا في الموريتانيا وهذا المنتخب الوطني انا
الله يخليك وخيرت بيك فيما اعتقد قائد نادي الكديه. اعتقد ادم فيما اعتقد بانه قائد نادي الكديه. تحياتي لك ولتحياتي ايضا لكل ساكنه مدينه الزوارات ولنادي الكديه. تفضل مشاهد. تفضل. الو. نعم نعم تفضل الوقت. الو. تفضل وخيرت بيك تفضل. الو حمود. مرحبا بيك مرحبا تفضل. انا سير نقول لك عن المدرب عن راحل عن المدربين مرتاح في مره قال راحل هذا شخصين ثاني محدد محدد شخصي ثاني وحد كرم. طيب طيب ونختار نختار راني بشجع ومؤيد 100% على اخبار القميص منتخب فرنسا. الله يخليك شكرا. شكرا شكرا لك. نكتفي بهذا العدد من المشاهدين سأعود إليكم في حال تسعى الوقت لك. بوج كنا نتحدث عن المدربين قلت لي أن باتريس نيفا دخل لحد في تشكيلته. وي باتريس نيفا بيلي ما كانت تعدلية بيلي لين جاو بريمير سيليكسيون العدد الأولى تقي ما كان فيها تقي ما كان فيها وما شافوا ينزل بالون ولا قط شافوا يلعب دازم سيليكسيون ويطلو أيطلو مباشرة مباشرة نظرك أنا خلقت له مع الشيخ فلاني بيلي خلقته مع الشيخ فلاني بلا بريسيون كبيره قلت له مع المامي تراوري خلقت له مع المامي تراوري بيلي مولي لوبينيو بوبليك نتوما لا ميديا يعني ما هو في الحق مي كومبليك قالوا يعطوا يبدل غير اللي عدل يغير بيلي ما هو صالح افضل الله يبعد ما تقبلهم ما هو صالح ودخل ودخل ودخلوا بسيفه بتات هو يقول دخل انت قاعد يدخل في سيفه عندك تتي في زرر ما عدا الخراط كيف عدد لي سؤال عطى عبد الرحمن احمد قاسم يعود هو شايف يشوف شيء اخر يتكلموا يجي يرجع على الكلام انت ويجي على قلت له انت صحيح يترجع بالضبط لك معقول صاري ما هو معقول يا اخي ذيك لوبليغاسيون فرصة دجاج للروايه ذيك ما هو ما هو صالح يا وزين قولي قد اتصل لك حد قد اتصل لك حد وقال لك مودين بوتش قلع عني لك جوار دي اللي بلو ذا اتصل لي رقاج ما قال لي قلع قال لي نزل فلان قال لي رقاج ما قال لي لا تقلع قال لي نزل فلان تلفن لي قال لي انت فلان صار سمعت عنك فلان ما هو كونفوكي قلت له وي فلان ما هو كونفوكي بوركوا قلت له باسكو ما هو كونفوكي قال لي نو يعطي ينزل الماتش باللي مهم عندنا قلت له انا كشوير كان مهم عندي هذا ما هو نازل بيدي ما هو انترني ما هو نازل قال لي خلي اكيب اكيب نحن قلت له والله واقبل اكيب حق انترني انا ما اريد انترني من عن ذلك ما تيجي تانترنيك بقى كيف بقانترنيك وقعدت نهار نزلت ماتش ميكس مع كونكورد قلبت قلبي 3-0 تلفن لي ان بريزيدون من الجروب بريزيدون قال لي فلان سمعت انت بركا ما نزل فلان قلت له فلان ما نزلوش قال لي ما هو يا طول في لاغارتي تيلير قلت له ما يعني يعني لا انا قال لي نو نحن بريبارو ماتش قلت له ما يعني احنا ما لا قلبي 3-0 المهم لا قال لي نو يلتك تقلع ما يلتك تنزل طرحت له كلمه من كلام كوار خاسر كاع من كلام كوار ما تحصل وقلت له الو قلت له عرفت من ذاك فهم عرفت الان هذا ما ذاك ما نيغوسيتو وتو سي سي لي ديريجون كي سون لا يسمعوني يعرفوا انا قلت لهم حقيقه انا لا يورطك ما نمشي على ايكيب انا ما نيغوسي نبقى في ايكيب حاله الفضاء انا الفضاء ما مهم عندي انا مهم عندي ها هو شو كام يحترموني ما خالق جورج موريتاني ما محترمني كافيلي الناس صلت ورا الحرين كاع ما مرتني بيلي اللي يقولوا ما يعرفوا ما يمتريزوه خل انا نقدر بام ايكيباك نمشي لين بجور دو ماتش تقول الشمايط تقول نخلي ايكيباك فم نمشي عنه. ايوا زين زين انا 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 نتصل على اسم المدربين ندور نستضافه في البرنامج. دائما نتصل على مدربين نستضافه بعد نهار ولا اثنين يقول لك بعد نهار بعد ساعات شوي تلفن يقول لي انا ناتي تنقدر لا اسمح لي طرات لي كذا طرا لي كذا طرا لي كذا طرا لي كذا اثناء اتصالي عليك كذا اليوم راني اتصلت لك الساعه الرابعه الدح ما هي الرابعه الساعه الخامسه الدحميس بعد ان اتصل لمصطفى صالح وقال لي انه ما هو حاضر للحلقه الليله وانه عنده اسباب تخصه هو انت قد اتصل عليك حد قال لك لا تجي لك كذا وكذا ما هيك انا ما نجي احد انا ما نجي احد انا لا نقول لا نقولوا انا نقول الحق ما خالك شيء ما في لا يكذبني انا شنو نعرفه نعرفه شنو ما نعرفه ما نعرفه شي يعني يعني شنو ما يعني ما يعني وكيف قلت لك عنه انا ماني خايف من شيء شنو متفصل المدرب الوطني يقولوا الفيدراسيون عندهم ديريكسيون كومينيكاسيون شنو رايك انا عندي انا بالنسبه لي انا عندهم انتر دو كومينيك بالنسبه لك انت مصطفى اصل بالنسبه لي انا رايك انت في شنو مصطفى اصل مصطفى اصل انا
عنده دي دانز سيستم دانز اورغانيزاسيون عندهم ان ديريكسيون دو كومونيكاسيون ان ديشارجي دو كومونيكاسيون يا طوب تي ساغ يمشي يتصل لك ولا يمشي ولا ما يمشي خالق في الدول كاملين ديشارجي دو كومونيكاسيون يقول لي زانترناسيون ولا يمشي ولا ما يمشي يمشي دانز ريونيو ولا حتى هو سي بيرسونيل ما ان تاك ليبرتي انديفيدال اللي يجي يجي يطال ان كومونيكاسيون يريبون اللي يعرف منو يريبون اللي ما يعرف منو ما يعرف و تو بالنسبه لي انا دونك جو باس كو الي مولي سي با اون بو با لي بلامي بلي هو لي انترناسيونال La fédération dit non, il ne faut pas répondre à des communiqués dans la presse. Ils ont le droit de lui dire ça, ils ont le droit. Bon, là, ça, c'est un homme qui dit que la fédération, les entraîneurs, pour les protéger, pour protéger la communication, ils ne peuvent pas laisser partir. Donc, je ne sais pas. Allah yakhalik. Salih, من Nouakchott, تفضل Salih. Salih. عليكم السلام. أنا شاكر على البرنامج. الله يخليك شكرا لك. وشاكر الموقف مساعد ودبد. على الأخلاقيات العالية اللي عنده. اللي حتى قاس من احترام المصطفى. لكن نفسه كان مرافع أي جيل. وعندي سؤال آخر. أنا شاركت شباب بيران في المنتخب. متحد الوطني الجميلة. ما سمعته. قالك عن سؤالك؟ سؤال ما سمعته. ما سمعت. لكن أنا مشاركة الشباب البيضاء في المنتخب الوطني. طيب خلاص خلاص. إذا شكرا لك شكرا لك شكرا لك. المجتمع مهما المنتخب مهما كان يجمعنا رجاء الابتعاد عن مثل هذه المصطلحات لا يخدم لا البرنامج الرياضي ولا حتى كل أطياف هذا المجتمع. نأخذ مشاهد آخر. أحمد سالم تفضل. تفضل. الو. مرحبا بك محمد سالم وخير تفضل. شكرا محمود على برنامج متميز. الله يخليك شكرا لك. انا شاكر المدرب موتش على التصريحات اللي قال دوري زين حتى. وزين عندي كلامه لازم اعطيك الاثنين زين اذا قضيت القميص راه زين عندي حتى نعيد وليا. ونبقى نعرف مباراة مالي إن شاء الله. مباراة مالي فتنا جاوبنا عليها على أي حال نجاوبك عليها مرة أخرى. مباراة المنتخب الوطني المحليين ضد المنتخب المالي يوم 17 والله 18 والله 19 في شهر أكتوبر وذهابها اللي شور باماكو رتور بعد ذلك بأسبوع هون في العاصمة نواكشوط. إبراهيم نلاق وآخر مشاهد بعد ذلك أعود للضيف. إبراهيم نلاق مرحبا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. ابتعد شوي عن الجهاز ذاك وصال. السلام عليكم. ابراهيم. ابراهيم حوز عن التلفزيون شوي. الله يعين. ذاك وصالح. تفضل. التلفزيون. ايوه تفضل تفضل بالعجلة اطرح سؤالك. سامعين اهو. تفضل تفضل. لا يسول المدرب او لا تغرب لشخص يتباه هذه ثانيا لا يسول لان لماذا ما يتم دخول في الداخل قبول الجمهورات من الداخل زين اي واحد بالنسبه لشايب سؤال جيد وارد والاخر هم هاي المدربين كانوا سابقينهم كان المدربين كانوا سابقينهم من الاجانب كانوا كانوا قبوا من الخبرات وما غيروا من الخبرات يعني. طيب شكرا. شكرا وصلت. سؤال وارد. مبودج انتم هذول اللاعبين اللي مجدف الاك، مجدف بوتليميت، مجدف مقطال حجار، مجدف كيف خط طريق الامل كامله من هون الى النعمه، كذلك الزويرات، نواديب والبراك، كل الولايات. لماذا ما يتم استعانوا بهم؟ يشركوهم في ذا. ذاك هو خلال دومين مجدف دوري درجه ثانيه. ذاك هو يلا، ذاك هو يلا به اللي ما نحن في فوتبول يا عضو لا راتيسي لارج كوموندي عضونا احنا كاملين يا اخي سي شغل فيدراسيون اتحاديه يا تعود تعطي امكانيات لي زانترينور لي فورماتور لاكاديمي ولي زانتيغريسيان يكي سو الولايات يعدوا لا ميل ديتكشن بوسيبل تو لي جين موريتانيا يجيبهم لاكاديمي ناسيونال اللي اما يمشوا مولي يعدوا دي تيست
ابروبريي يعودوا في الولايه من راسي عادوا تيستهم بعدو سيليكسيون ريجيونال من الولايه يخلوهم يبدوا لعيبه مدرب. كيف على سبيل المثال هي الاكاديميه اللي عندنا دارك اكاديميه الاتحاديه الوطنيه اللي عندنا ماي ريبريزنتاتيف خرج العديد ماي ريبريزنتاتيف ماي ريبريزنتاتيف. لماذا ما يعود ما تعود فم اكاديميه على سبيل المثال والله فروع منها فلاق وفي كيف وفي الزويرات قلت لك قلت لك تعود كل ولايه تعود في ان بوين دو شوت لاكاديمي ناسيونال هما يقبلوا من لاكاديمي ناسيونال ولايه سيليكسيون يقبلوا مدرب تروحوا لي وشاك فان سكولير فاكونس يجيبوهم كاملين في نقصو يخلصوهم يقبلوهم لي 20 ميور جوار ناسيونو سي لا كريم يديروهم في انور مشي انور ان تورني ورواي يشاركوا في الرواية ديزيب ويمشوا ذاك هو سي كاستيون تري امبورتان سو مهمه هذا هو يلا ذاك هو يلا يا خي الفداش عندهم نوفو بروجرام اللي يعدلوا عليه يعني نوفو تكتيك ناسيونال يعني البرنامج يحتاج وقت يحتاج وقت. طيب انت منتخب حالا في نظرك انت يقدر يتخطى مالي، يقدر يتخطى جنوب افريقيا، يقدر يتخطى غامبيا، يقدر يتخطى كاميرون، سواء المحليين ولا المحترفين. نعم، انا بالنسبه لي انا مودين بود، بالنسبه لي شفتي انا عندنا جروب امبورتون، الفريق العملاق. صور بعض من صور المنتخب رجاء المخرج، نعم. زينه، انا ان فورماسيون حق قال ان بون جروب دي جين، فريمون اللي يستقلوا عليها، اللي يشتغلوا عليها، يشتغلوا عليها، ويطرحوا عليها شغله، دوك يلتوا العدل اللي هما. ميم لعد ما قسنا كاس افريقيا هذه السنه 2007 2019 ان شاء الله يردوا لنا قلت لهم قيسوها بيني لا جينيس خالقه ليكيب خالقه امكانيات داروا لهم دان لي كونديسيون اوبتيمال بشغله نقدر نجبروا شي بيني ادرك ليكيب جينيو 29 سنه شفنا قبيل دو بوتنسيال هما خالقين وهو طالعين وعدين اسبوار وهو طالعين وعدين سنه هذا لين عودوا 30 40 جوال عندنا نشتغلوا عليها وزود ستاف تكنيك ناسيونال نحصلوا على نحصلوا على شيء نحصلوا على شيء نحصلوا على النتيجه جاد لي. طيب قول لي قول لي قول لي قول لي قول لي امبوتش قول لي افضل مدرب عندك محلي افضل مدرب محلي ما افضل مدرب عندك ما انت افضل مدرب والله ما هو قاع عندك خالق خالق افضل مدرب مش ما نعرف تنقلاش انا افضل مدرب عندي مسلي انا مدرب اللي هو عند النتائج ذلك عندي تروفي اللي عند الريزلتا وذاك منه عندك خالد خالد موال ريفرنس عندي انا بيراماغي بيراماغي ما عندي انا ريفرنس لو اعطيني افضل لاعب افضل لاعب يعقوب دينا بالنسبه لي انا شفتي انا احسن لا هو هو احسن احسن, أحسن لاعب منطقه منطقه كوبار يعقوب دينا خبرته مجرب لاعب وسط وحسب مجرب اعطيني احسن رئيس نادي احسن رئيس ما خالد عزيز بوغربال هذا عندك عزيز بوغربال عزيز بوغربال رئيس ما ينشاف ما ينشاف يعدل وتوه يعدل ما ينشاف خالد رئيس موسى خيري ان بون بريزيدون ان بون مانجمان يفي دي بون مانجمان يا خاطر هو الناس المشكله هو الناس ما يشوفوا الشغله شغله رئيس بيه شغله رئيس المانجمان اي تريز امبورتون لي زوم وليزوم كيلفو يعني جبو يعني بون ديريجون هو ديريجون معلومين خالقين يعني موفي ديريجون يعني بون ديريجون موريتاني احد يقرب منهم كان يعرفهم تاخذ بيان بوجه انت اش تبقي بالون موريتاني اش تتمنى لها وراك اش تبقيها تعدل نجاح دور لله النجاح اتحاديه ما قد حد يقول هذا الزمن عن ما مشتاقلين ما هم شاقلين ما هم طارحين لي فوازي موين كان يتقدموا الحق ينقال انا ماني بلا فيدراسيون جو تيبان انترناسيونال يا خير عندهم امكانيات طارحينهم لين يمشوا عليها ويخلوا ذيك خلق فهم دي تاش نوار لين ينقلعوا من فيك الاخلاق لي لوبينغ لين فهم مازالوا مش مازالوا فهم مازالوا فهم لا بدو فهم بيلي يقول لين رواد العريس بريزيدون دون فيدراسيون اتحاديه وما يقدر حد يقول له لا العدل تمام صالح ولا العدل صالح يمشي راسه ما يقدر يصير هو برك رئيس الاتحاديه الحاليه ما يقدر حد من الناس اللي ما شفت انا ما شفت انا حد يقول له عنه خاسر ما يجي تفتح لي حد يقول له خاسر بيلي فرق بوكا نقولها بيلي لو شوا دابور ما تقدر تقبل ان انترينور بور تروا ستاف بور تروا زيكيب ناسيونال مارتينز قال اه لان قاسون هذا الكاميرون تاوي عيطوا لويس كان يانتريني الجوالات الباقيين سيت ايرور دو كاستينغ ما نقدر ما عندهم صالح ايرور دو كاستينغ الاخرى لويس تريكتيك ناسيونال سيت ايرور خير بالنسبه لي انا قابلها بسكوتي لوت كوتي بوزيتيف بيلي ما عندنا حد كوتي مرتين لا يدير بالو كاع بالحد دار فهم ما محترم ما محترم راسه دونك هذا سي تي سي داسبي ولو جي دخل الفيدراسيون حد يقول حقيقه يسون على بون فوا يشتغلوا يقدروا يجيبوا النتائج الوقت عاد الوقت عاد عاد مضايقني اعطيني افضل نادي عندك افضل كلب افضل كلب في نواديبو في نواديبو اذا شكرا لك مودي مبودش رانا شاكرينك الليله على حضورك الليله وعلى صراحتك الليله وعلى اثرائك العديد من النقاط المهمه في داخل الحقل الرياضي اذا مشاهدينا الكرام
مرة أخرى أتأسف لعدم حضور مصطفى صل، وأيضا أهني زميلي الداه يعقوب بمناسبة المولود الجديد. هذه تحياتي حمود العمر، نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله من برنامج مرابطون فوت بأمان الله.